السلام عليكم. احنا بندور على افضل بديل لمايكروسوفت اوفيس. طب ليه بتدور اصلا على بديل لمايكروسوفت اوفيس؟ لان هو غالي وانت ممكن ميكونش عندك امكانيه ان انت تدفع اشتراك شهري، فبتحاول تشوف حاجه ما يكونش فيها مشاكل وما يكونش فيها شبهه. فاكتر حاجه ممكن تفيدك اللي هو جوجل درايف. اول ما تعمل حساب على جوجل، مجرد ان انت عملت حساب لجوجل وتيجي هنا وتقول له درايف، خلاص انت اتعمل لك حساب هناك وتقدر تشتغل بيها بدون اي مشاكل خالص. طيب كل اللي مطلوب منك مثلا انت عايز تبدا مثلا ملف وورد، فتقول له هنا جوجل درايف وتبدا تشتغل، او شيت او سلايد او فورمز. لو انت عندك اي ملف موجود وورد او اكسل على الجهاز عندك، هتقول له فايل ابلود وتبدا ترفع الملف دوت، وهو يحوله لملف من الملفات ديت جوجل دوكيومنتس او جوجل شيت. وبرده لو دخلت مور هتلاقي عندك هنا جوجل سايت، هتلاقي كلاود، هتلاقي حاجه مثلا زي بيكسيار اديتور، بونتون، كل الحاجات دي تقدر تشتغل فيها، وكل دي مرتبطه بالجوجل درايف. وممكن تقول له كونكت مور ابس ويديك ابلكيشن كتير قوي تقدر ان انت تستخدمها. ولو انت بتشتغل على اي برنامج من برامج الوورد، هتلاقي البرنامج البديل ليه، واللي هو بنفس الامكانيات وبنفس الحاجه، يعني مش هتاخد وقت عشان تتعلمه، موجود على جوجل درايف. اي برنامج ممكن ان انت تختاره وتقول له انستول، ويبقى موجود عندك وتقدر تشتغل بيه اثناء ما انت شغال على جوجل درايف. يعني انا بجرب دلوقتي حاجه جديده مثلا زي السكتش اب، يبقى موجود معايا خلاص كده انا ضفته، بحيث لما اقول له نيو يبدا يظهر معايا وابدا اشتغل عليه ويتسيف على جوجل درايف على طول. طيب خلينا نشوف كده، دان خلاص بقى موجود معانا. طيب لو انا جيت هنا نيو ومور، هتلاقي برضو السكتش بقى موجود معايا. طيب لو انت قلت له مثلا عايز ملف وورد وانا بسميه دوكومنتس، هتلاقي نفس الادوات اللي موجوده في المايكروسوفت اوفيس موجوده هنا، فمش محتاج ان انت تبذل جهد في التعلم، ونفس القوائم ونفس الامكانيات تقريبا.